من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: من المحكمة العسكرية إلى الداخلية، الحراك مستمر تضامنا مع المعتقلين. نحن ما بدنا شيء، نحن بس بدنا حقوقنا. جرح الحراك في مواجهة الأمن، العين تقاوم قنبلة. شكل القذيفة على رأسي. بيانات قوى الأمن، المكتوب على جبين تويتر لا ترى العين. ماما مكوين الشباب. أهل العسكريين تحركوا كي لا ينسى الأبناء. عملوا جلسة حوار كرمال الزبالة، كرمال 25 عسكري بالجرود مش عارفين عنهم شيء. في الخاص، سوق الموت ينتفض، الرصاص يقتل الحركة. نحن تحت سقف الدولة. وفي النشرة، سما المصري تبحث عن الشبشب في البرلمان. أحمد الهوى غلاب، أحمد قلبي في عذاب، أحمد ما تحن علي. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. لكل مشكلة أهلا بكم من جديد. كل فراغها الطاعن في السلطة عبأته في ليلة أمني واحد. الدولة المحلولة استزلمت على متظاهرين لو قدر لهم دخول قاعة مجلس النواب نفسها لحموا مقاعدها أكثر من نوابها، ولاقتصر حراكهم على الدعوة إلى انتخابات عامة ولغادروها بسلام. ولما احتاجت السلطة إلى كل هذا العنف ورجال الأمن وخراطيم المياه والقنابل الدخانية والهراوات التي ساقت اعتقالات، ومع فائق الاحترام والتقدير للقوى الأمنية، فإنهم استخدموكم لحرب على ناسكم، وتحصنت السلطة خلفكم لحماية وجودها ومراكزها السياسية. فالأسلاك العازلة عند السرايا ليست معبر قلنديا، والمكعبات الإسمنتية لم تكن تفصلكم عن حاجز ريدز، وما هو خلف هذه الحدود ليس سوى مبنى برلمان ومقر حكومة لبنانية، لكنهما مؤسستان لا تعملان، وقد عطلتهما القوى السياسية، ما دفع الحراك إلى تظاهرة تستنهض الخلايا النيابية والوزارية النائمة وتحثها على الحل. هذه مطالب كل الناس التي لم تكن في حاجة إلى جيوش مؤللة وجر مياه وصرف قنابل وتوقيف العشرات من الناشطين وسوقهم إلى السكنات كمجرمين، ولا إلى استحضار الصقر المكرر المعجل واستشارة الفهد وإغراق المحكمة العسكرية بملفات شباب ضبطوا بتهمة التظاهر السلمي. ولم يكن رفاقهم الذين بقوا على قيد الحراك في عوز أيضا لإيقاظ الرجل السمير من نومه العميق بعيد منتصف الليل، لأن مهمتهم كانت مستحيلة لكون رئيس النيابات العامة يتعب من نوم النهار، مع التمني ألا يكون الحراك أزعج سباته، لأن إزعاج السلطات تهمة سيعاقب عليها القانون. كل أجهزة السلطة تجندت لمحاسبة شباب تؤكد الصورة الحية أنهم لم يرتكبوا جرائم عنف ولا تخريب، لكن تظاهرة الليل توضح في المقابل أن أجهزة الحكم كانت تدس سم الشغب في عسل الحراك، وأنها كانت ترسل شبيحتها المختصة لتفسد على التظاهر سلميته في كل المراحل السابقة. وبالأمس كانت شياطينها حاضرة وإن ارتدت ثوب الملائكة الأمنية، فالمؤشرات السياسية التي سبقت التظاهر كانت تدل على نيات سلطوية بالتصعيد والقمع وضرب الحراك. وبمجرد تحييد جلسة الحوار عن يومها الأخير وتهريبها وتسفيرها إلى أسبوعين مقبلين، تبدأ أن أهل السياسة قد اتخذوا قرارهم الموقع بخراطيم مياه وقنابل دخانية لم تحجب الرؤية الحقيقية. وبتبرير الرئيس نبيه بري لتهريب الحوار، رد الأمر إلى إنهاك القوى المشاركة، وهم على سبيل النيابة لا يعملون، وعلى سبيل الوزارة
لا يجتمعون، ورأس مال ساعات الطاولة لم يتعدى الجلسات الخمس، أي بمجموعها كاملة لم تصل إلى 20 ساعة، بما يعادل عمل يوم واحد لفاعل في الحقل. وعلى هذه الحسابات فإنهم فعلا قد أنهكوا، ما يفرض علينا توفير كل أسباب الراحة لهم والسهر على استقرارهم في السلطة وعدم عرقلة سير نيابتهم الممددة. ناشطو الحراك المدني يقطعون الطريق أمام مبنى وزارة الداخلية تنديدا باعتقال المتظاهرين والمطالبة بإطلاق سراحهم. من أمام مبنى وزارة الداخلية الزميل رامز القاضي والتفاصيل. رامز، هل ما زالت الأجواء على حالها؟ وأنت كنت معنا منذ يعني قليل طبعا تنقل لنا أجواء هذا الاعتصام، هل ما زالت الطريق مقطوعة؟ صحيح داليا، هذه الطريق لا تزال مقطوعة قبالة وزارة الداخلية هنا في منطقة الصنائع. انقطع هذا الطريق بحسب القيمين على الحراك المدني، هو مستمر حتى إفراج عن المعتقلين الذين قارب عددهم 70 شخص، من بينهم قاصرين ومن بينهم عدد من النشطات. الحراك وبشكل أساسي يرفض الضغط على القضاء ويرفض التدخل في القضاء، ويرفض أيضا محاكمة الناشطين أمام المحكمة العسكرية، وأيضا يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين. ويرفض الحراك المدني مقولة أنه هو يستجدي الإفراج عنهم، فقط هو يطالب وهو بإفراج عن المعتقلين وعدم التدخل بشؤون القضاء. الصورة هنا لا تزال على حالها، الطريق جرى كما سبق وأسلفنا في رسائل سابقة تحويلها من طريق فرعية بجوار جنينة الصنايع، وجميع الشبان لا يزالون متواجدون هنا، وأيضا هناك إجراءات أمنية كبيرة قبالة وزارة الداخلية لسيما عند المدخل الرئيس حيث هذا الاعتصام الأساسي. سأتحدث باختصار داليا إلى أحد أيضا النشطات في مجموعة حلوا عنا، أنتوا باقيين يعني الليلة أو أنه خلاص راح تسجلوا الكلمة موقفكم وتفلوا إذا ما تم إطلاق صراحة؟ لا نحن باقيين هون ومش مزحزحين من مطارحنا ليطلعوا المعتقلين من السجون، لأنه اللي صار امبارح هو اعتقال تعسفي لأشخاص معلمين، لأشخاص نازلين يطالبوا بحقوقهم، لأشخاص من الشعب اللبناني، شباب لبناني نازلين يطالبوا بحقوقهم اللي هي مفروض تكون مأمنتلهم إياها الدولة. هيدا اعتقال تعسفي شيء كتير غلط صار، مش حنطلع من هون قبل ما يطلعوا كل المعتقلين. تهمتنا الوحيدة يمكن كانت إنه نحنا، مش تهمة بالنسبة لهم، إنه نحنا حاولنا نفوت على ساحة النجمة. ساحة النجمة هي مش ساحتهم، ساحة النجمة هي ساحة الشعب. ما مفروض تكون امبارح اللي صار امبارح إنه كان متاخد قرار بالمواجهة مع المعتصمين، لأن لو ما بتاخذ هيك قرار مش قبل بمرة فتنا لجوا امبارح. وصلت الفكرة، شكرا لك. إذن داليا باتت الصورة واضحة والرسالة وصلت من قبل الحراك المدني. هنا قبالة وزارة الداخلية. على كل حال رامز، أنت باق معنا لموافاتنا بأي جديد فور وروده. شكرا للزميل رامز القاضي وباقي فريق العمل. اعتصام أمام المحكمة العسكرية صباحا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، التقرير أيضا للزميل رامز القاضي. لم يحضر لا خضر أبو حمزي ولا جورج أبو فاضل ولا عشرات آخرون ممن واظبوا على نزول الشارع منذ بدء الحراك المدني، فآخر مشاركة لهم كانت في احتجاجات الأمس في وسط بيروت، فيما اليوم باتوا خلف القضبان والتهمة التظاهر والمطالبة بمحاسبة الفاسدين. حضر رفاق هؤلاء إلى أمام المحكمة العسكرية. ما احترموا أن محجبة مع أني قلت له ما تدقرني. مايا ملكاني واحدة من النشطات اللواتي قبض عليهن لكن أفرج عنها إلى جانب 3 فتيات أخريات بعد مبيتهم ليلة واحدة في فصيلة البرج. المسؤول الأول هو أنه هذا المشنوع، والثاني هو الشعب لأنه مش معنا، والثالث هو نبيع بري اللي مفروض على شيء بنت من منطقة على شيء ما لازم يقبل علينا، ما لازم يقبل علينا. ما في داعي يضلوا محملين إياها كل عمرنا. أنتوا الشيعة لو ما نبيه بري ما كنتوا وصلتوا، لو ما نبيه بري ما كنتوا وصلتوا. نحن الشيعة هلأ عم ننزل، نحن بلا مي وبلا كهرباء، نحن بدنا حقوقنا، نحن ما بدنا شيء، نحن بس بدنا حقوقنا، بس بدنا منه حقوقنا.
نحن عم نصرخ انه بليز حدا يجي بس لأظهر دي على برا، وهو يقلنا يسكت يسكت حكم الازعر انه عم يتمسخروا علينا من برا. وقعدنا 4 ساعات نتراجعهم، اختي كانت برا بس كرمال انه تقدر تفوت لي الدواء لاخر شيء اقتنع. اخذونا بطريقه كثير همجيه وضربونا، اخذونا على سكنه الحلو ما عملوا شيء، بس لما رحنا لحتى ننام حطونا باوضه مترين بمتر فيها 10 اشخاص. هذه الممارسات إضافة إلى العنف المفرط بحق المتظاهرين حملها وفد من محامي الحراك إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر داخل المحكمة، لكن المفاجأة جاءت بكلام صقر نفسه أمام المحامين. جاوب جواد بين، أول شيء لا يمكن تسليم، يعني لا يمكن تسليم قائمة أسماء ولا يمكن تحديد أمكنة التوقيف. اثنين، قال لا يمكن ترك الموقوفين، هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ وبناء عليه يتم الاتخاذ القرارات بكل حال يتعلق بالموقوفين. هيدا كان خلاصة الموقف. هل يتحرك المحامون في دعوى مضادة؟ أجاب نزار صغيري، وهذا الشيء عم نوثقه، صرنا فترة من لما بلش الحراك حطينا عدد كبير من الملاحظات وبعد مستمر. أكيد هذا جزء منه كبير رح يكون من ضمن المساءلة السياسية، جزء منه له علاقة بالعناصر نفسهم يلي تعرضوا لهم. الملف عم بيكبر للأسف بالتعرض والانتهاكات. 67 موقوفا في أحداث وسط بيروت، والعدد تقريبي لأن عددا من المخافر رفض التصريح عن الموقوفين الذين لديه، فيما بعض الأهالي لا يعرفون شيئا عن أولادهم، فيما سأل آخرون كيف يجري توقيف القاصرين. ابنك مثلا كمشو، طيب ابني عطاهم تقرير طب وقال لهم انه انا مريض عندي سرطان ومعه تقرير بهالشي وعم بيتعالج، وكان عنده اليوم جلسة أشعة شعاعي بقلب الجامعة، قام اليوم تركوه بالحبس لدورية بعد الظهر لقالولي وانا عم دور عليه وخوتاني عشان ابني، ما قالولي الا شو بيقول لي ابني بعدني بلا اكل من امبارح. انا يقول الناشطون في الحراك المدني تحركنا هذا لإطلاق سراح الموقوفين ليس استجداء من السلطة، وهي تتحمل مسؤولية أمن التظاهرات، وسنبقى في الشارع حتى تحقيق المطالب. إذن مشاهدين، أكد القاضي سمير حمود منذ قليل أن عدد الموقوفين هو 33 شخصا، وأنه تم الإفراج عن 5 فتيات و4 قصار، وأن الموقوفين سمح لهم الاتصال بذويهم، وأن التحقيقات مع الموقوفين لا تزال مستمرة وتجري مراجعة أشرطة فيديو وصور، وفي خلال ساعتين سيتم الإفراج عن الذين لا يثبت تورطهم بأعمال عنف. هذا ما أكده القاضي سمير حمود. شعار القوى الأمنية منكم لكم لحمايتكم، وجرح التظاهر أكبر دليل على صحة شعارها. تقرير للزميل أدم شمس الدين. تحت هذه اللافتة وقبل أن يحتل هذه الساحة عمال النظافة، كان رجال قوى الأمن الداخلي يمارسون كل الحماية على المتظاهرين. الحماية وصلت إلى حد استدراجهم للنيل منهم. في زحمة المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين يراد لنا أن نصدق أن الضحية هي الجلاد وأن الجلاد هو الضحية. محمد قعدان نال نصيبه من حماية القوى الأمنية. فأنا كنت واصل لقدام، ما بيعيط لي درك بيقول لي تعال قرب بدي أحكيك. قلت له خي شو بدك مني؟ قال لي ما عم بسمعك، قرب. أنا قربت إنه عطيت هيك متر من هون، وهو كان بعيد ورا متر. فرفيقه اللي وراه هيك مثل زاركين بعض إنه بيوقفوا صف، كان معه حجر، شال الحجر وكبوا علي رفيقه وصابني براسي هون. أخذوني الأمبولانس وطلعوني على الأيو إتش. شو شفت بالأمبولانس؟ بالأمبولانس كان في حالتين، واحد على الشاريو هيك الحجرة هون أو ضربة عصاية، مفتوح وجهه من هون كان كل وجهه دم. وفي شاب رجع اكل حجره هون، قال لنا انه كثير كبير. هذا الشاب كان عم يختنق عم بيموت، فكر من هيك الامبولانس كان تتحل نحن واقفين انه بيقطبوا لي راسه وبيقطبوا للشاب اللي هون، بس هذاك الشاب اللي اجى من هون كان ما بيقدر يتنفس، فاضطروا الامبولانس ياخذونا من هون على المستشفى على الاي او اتش، وبالاي او اتش كان في كوارث. من الهروات الى خراطيم المياه كان لكل متظاهر نصيبه. أمام المحكمة العسكرية التي أتاها متضامناً مع المعتقلين، نال محمد جرعة زائدة من مياه القوى الأمنية. امبارح وقت المظاهرة ستان المي ضغط المي فتحوه، كنت بوجع أنا فتحوه بوجعي جاب عيني شقر لي عيني. هلا ما عم تشوف فيها؟ لا.
أخذوك على المستشفى؟ لا ما بدت روح، رفضت روح على المستشفى. ليه؟ ما حبيت أترك الشباب لحالهم تحت. كنت خايفان تطلع الكاميرا؟ شبه هيك. ليه؟ خايف يا خي يسحبونا ومضطهدين نحن منهم كتير هالفترة. على أن الحماية بلغت حد التصويب على المتظاهرين مباشرة بالقنابل المسيلة للدموع. هذا الشاب لم يفقد وعيه ولم يختنق بدخان القنبلة، بل بسبب إصابة مباشرة في عينه. توجهنا للقائه في الغازية ولمعرفة ما إذا كانت عين جهاد قد سلمت من مخرزي قوى الأمن. كان في مرة مخنوقة عم بنزل بدي شممها بصل لتفيق وساعدها، أنا عم بوطي بكل القذيفة على رأسي. حجرة ولا قنبلة مسيلة الدموع؟ لا قنبلة مسيلة الدموع كانت. فبرجع مترن لورا وبيحملوني الشباب، فأنا هلأ على الوهلة كنت عم بنام وفيق، وصلوني على الصليب الأحمر. فبسألوا لتعول الصليب الأحمر إنه الإصابة خطرة شيء، فبيصفن برفيقه، فتلو إنه خلاص وصلت الفكرة يعني إنه الإصابة خطيرة. فقعد بعينك؟ إيه. ففوق 30 قطبة، في قطب جوانية وقطب برانية. أنا ما كنت عم كب حجارة، أنا كنت مع المعتصمين، بس حتى أصلاً كب الحجارة صارت ردة فعل. ردة فعل، أنت اللي مثل ما بقول مثل اللي بشوفك بعين بتشوفه باثنين. بس هن كانوا عم بلشوا مي وأنابل قبل ما الشباب يبلشوا بالحجارة أصلاً. طب أنت بعد فيك تقول هالمثل؟ هلا بطل في عين لحتى أشوفهم فيها أصلاً. حالة جهاد ليست منفردة. هذه الصور تظهر تعرض المتظاهرين لإصابات مباشرة في خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لكن القوى الأمنية نالت حصتها من العنف، علما أن هذه الحصة اقترفت على أيدي عناصرها. آدم شمس الدين، قناة الجديد. بين تظاهرتي 20 من أيلول والثامن من تشرين الأول 2015 هدف الحراك كان واحدا، دخول ساحة النجمة والاعتصام سلميا، ولكن ما الذي تغير في التظاهرة الأخيرة؟ الصورة تتكلم. تقرير للزميلة حليمة طبيعة. اللي عم بيكونوا بالمستشفيات، يعني بيروح الجريحة على المستشفى
بيطبوا عليه القوى الامنيه بعد ما يخلص علاج بياخذوه. صار بخيك اللي صار انه كنا بالمظاهره ونصاب براسه بحجره، نقلناه على مستشفى الورديه ليتقطب، اجت الدوريه من معلومات من الترك فاتوا، قال هن مضطرين ياخذوه على المقفر الشميزي. ساحة الشهداء تلملم أضرارها وترفع أثار الاشتباكات الليلية عنها، ووزير الداخلية يعاين أثار المعركة. أشبه بساحة حرب أصبح المشهد في وسط بيروت بعد ليلة ليلاء استمرت فيها المواجهات الشرسة حتى ساعة متأخرة بين شبان الحراك المدني والقوى الأمنية، واستخدمت فيها خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع وزجاجات المياه والحجارة. هي المشاهد نفسها في كل حراك مع فرق واحد، أن مياه الخراطيم بلغت هذه المرة الجدران أيضاً، فساهمت في نزع الرخام عن واجهة لوغري، والكاميرا كانت حاضرة. انتهت المواجهات، انقشع الظلام وبان المستور. الأضرار كثيرة والحطام ينتشر في كل ركن وزاوية من الساحة بين مبنى النهار والطريق المؤدية إلى ساحة النجمة. عمال النظافة باشروا عملهم الشاق، كنسوا الشارع وغسلوه من مخلفات الأمس. أما حطام الزجاج المتناثر من واجهة فندق لوغري ومن السيارات التي كان أصحابها يركنونها، فمشهد يحكي فظاعة ما جرى ليلة الخميس. مثل ما شايفة هذا البيتون، وهون بلا عندك هيدول العواميد الأساسية تبعيت الواجهة مقبعين كلهم. عندك عمود 2 3 4 5 6 7 عواميد، وفي المصابيح كمان، هيدول اللامبس كمان كان في منهم مكسر، قدرنا نصلحهم اليوم على بكرة. ومثل ما شايفة هيدول تبعوا البرادة كمان كانوا عم بيتعربشوا عليهم، بس احنا ما سكرنا. يعني كان في نزلة كان مفروض يوصلوا مبارح، منهم قرروا يروحوا على مطرح تاني ونحنا بنحترم هالشي. هيدي تحفة فنية سكولتور انحطت بنطاق بيروت ارت ويك يلي صار من جمعتين، وكانوا أصحاب الجاليري حابين يخلوها لأنه لقوا موقعها كتير حلو هون، بس مثل ما شايفت تضررت مبارح كمان بسبب تراشق الحجار. هذا في الشكل، أما في المضمون فتحولت الساحة إلى ورشة تنظيف لإزالة الحطام والأضرار، وتولت عناصر من قوى الأمن الداخلي إزالة العوائق الأسمنتية والحديدية من ساحة الشهداء تمهيدا لإعادتها إلى صورتها السابقة. وكعادته عند كل حدث، عاين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأضرار الفادحة في وسط بيروت، لاسيما في فندق لوغري، واستمع من أصحاب الفندق إلى حجم الأضرار، رافضا الإدلاء بتصريح للصحفيين. مشاهد خاصة للجديد التقطت عبر الهاتف تلخص يوم التلفيق والاعتقالات التعسفية لتظاهرة 8 من تشرين الأول. تحقيق للزميلة يمنى فواز. استسلمت الطبقة السياسية بعد فشلها في إقناع المتظاهرين والناشطين بعدم مسؤوليتها عن الاعتقالات التعسفية والعنف، فالتفت على مهماتها ووجهت أصابع الاتهام إلى السلطة الثالثة مسلمة إياها جميع الصلاحيات، وهذا ما لم نعهده في لبنان. فليكن، قالها المتظاهرون وتوجهوا نحو منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في وطن مصيبة. بداية طلب القاضي حمود لقاء المحامين من خلال رجال أمنه، وما لبث أن عدل عن موقفه وأعلن عدم وجوده في المنزل. ماذا حدث قبل الاعتصام أمام منزل القضائي؟ المشهد الليلي لم يختلف عن مساء التظاهرة، وأن زادت كميات المياه الموجهة إلى المعتصمين.
ما كانوا يلموا الزبالة وبقولوا ما في ماما وهيدي كلها شو هي ها كلها. إلا أنه ما كان مفاجئا هو غياب التنسيق بين أجهزة القوى الأمنية بين من كان منهم على الأرض ومن كان خلف الكمبيوتر. مجموعة مؤلفة من 30 متظاهرا يضرمون النار قرب تمثال الشهداء لجهة الجميزي قوى الأمن. قرب التفة بورد التفة هذا عن نار برافو. أما الحقيقة حلقة نارية اجتمع حولها المتظاهرون لتجفيف ملابسهم والتدفئة بعدما بللتهم القوى الأمنية بالمئة. لا صحة أيضاً لتعرض الموقوفين للضرب ويتم التعامل معهم وفقاً لشرعة مبادئ حقوق الإنسان قوى الأمن. إليكم هذا المقطع. في أثناء القبض على أحد المواطنين بعد هجوم الفهود على المتظاهرين في الوقت الذي كانوا يخلون فيه ساحة الشهداء. اللهم إن بلغنا حرصاً على جهاز أمني متمسك بشعار منكم لكم ولحمايتكم ولأجل تصويب هدف المؤسسة لا تصويب العصا والعضلات على المعتصمين. ابن فواز، قناة الجديد. الرصاص والقذائف الصاروخية تخترق سوق معلبك فتردي أمنه وتقتل الحركة فيه. تحقيق للزميلة نوال بري. في الثالثة عصرا من نهار الاثنين مر هذا الباص المدرسي ككل يوم من سوق معلبك لإيصال التلامذة إلى بيوتهم. وفي هذا الوقت أيضا كانت عائلات كهذه تتمشى في السوق مع أطفالها للتمويه عنهم. وبعد ساعتين من هذا النهار المزدحم في السوق قتل نادر ياغي وحسين طليس في المكان نفسه بعد إشكال على أفضلية مرور تخلله إطلاق نار في وسط السوق. صحيح أن الحادثة وقع نهار الاثنين، إلا أن أثره على أهالي بعلبك كان بحجم أثر جريمة جورج الريف على أهالي بيروت. ولكن ولأننا اعتدنا سماع أخبار الاشتباكات والرصاص في البقاع لم يأخذ خبر وصول التفلت الأمني إلى السوق بعلبك حيزا كبيرا لا سياسيا ولا إعلاميا ولا حتى أمنيا. القضية لم تنتهي هنا، فالسوق شهد ليلا إطلاق نيران مكثفا على محل القتيل علي طليس، فتبعه في اليوم التالي استهداف بالقذائف الصاروخية لجنازة نادر ياغي، ليكون الرد في وسط السوق مجددا بإطلاق قذائف صاروخية على محل طليس الثاني. والمفارقة أن الإشكال وقع على بعد أمتار من سرايا بعلبك المحروسة من القوى الأمنية طوال النهار، لكن أحدا لم يقترب لفض الإشكال الذي بدأ بالتلاسن وانتهى بالرصاص. في هاي الساحات ما فيها عسكري، هاي كلها فلتين للزعران، يعني هلا بيجي اي ازعر اي مطلوب بيجي بيسلح مين بده، بيقتل مين بده، بيخطف مين بده، ما حدا بيقول له وينك. انقتلوا قدام باب السرايا، في درك على السرايا، درك وام دوله قدام باب السرايا، ما حدا تحرك، قاعدوا يتفرجوا، يعني الدوله هون حطينا شكل مظهر فولكلوري، والا فعلي هون الفعاليات العشائر بتحكي بيحكوا هون منطقه العشائر ومنطقه مين القوي ومين الضعيف. نحن يا عمي نحن مش ضعاف، نحن اصحاب محلات، نحن اصحاب كرامه، انتوا عم تعملونا حنعمل لحالنا امن ذاتي، ونحن ضد الامن الذاتي، نحن تحت سقف الدوله. بس هذا الحادث المؤسف خلى الناس كلها توعى اكثر انه لوين واصلين. نحن في عنا تقاعس كبير من الاجهزه الامنيه اتجاه بعلبك، يعني كانه بغمت وحوش عمي، لا في امن لا في امان، ما فيك تامن اولاده على بنته تروح على مدرسه تنزل على السوق، ما في امن نهائيا ابدا. التجار الغاضبون يعتصمون يوميا رفضا للتفلت الامني الذي استهدف رزقهم وامنهم، وقد اجتمع بهم محافظ بعلبك بشير خضر قبل ترأسه اجتماعا امنيا تطرق الى الخطه الامنيه المفروضه وكيفيه تفعيلها. اليوم بموضوع الخطة الأمنية اللي كانت موضوع اجتماعنا اليوم والحوادث اللي صارت مؤخرا، في أمور رح يعني بلشت يمكن هلأ صارت حيز التنفيذ، دوريات بكل المنطقة، حواجز طيارة وحواجز سيبتي،
في اتصالات بعد ما نعملها مع الجيش اللبناني كرمال كمان اللي هني مش عم يتأخروا بتقديم أي مؤازرة عم نطلبها منهم. طبعا الأحداث اللي صارت ببيروت الشهر الماضي خففت من زخم الخطة الأمنية، خلينا نقول بالأطراف مشان ما نحدد يعني، ولكن معالي وزير الداخلية بآخر اجتماع أنوية كان عنده البقاع الشمالي حاط نصب عينيه عطيه أهمية كبيرة، ولكن يعني صار في شوية تأخير بسبب يعني عديد كتير من العناصر اضطروا يخدون على أماكن أخرى بسبب الظروف الأمنية بمحلتين ولا سيما العاصمة. رئيس بلدية بعلبكرة من جهته أن الجيش مسؤول عن حفظ أمن المدينة. يعني الحادث بصير بساحة السراي حضنت نقطة أمنية مركزية موجود فيها قوى أمنية، ما حدا بيتدخل. بالليل اللي صار تداعيات الحادث والانجرار اللي انجروا له الطرفين والأجهزة مش موجودة. طيب بصير حادث والأجهزة الأمنية مش موجودة، بيرجع بصير في اعتداء على الأملاك وعلى الممتلكات والأجهزة غايبة. أنا بضم صوتي لصوت أهلنا بالمدينة أنه بكفي عدم تحمل مسؤولية. السوق بدأ يستعيد الحياة بخجل، فتجاره ورواده يخافون أي مباغتة صاروخية. هذا الإشكال الفردي الذي اجتاح سوق بعلبك بالرصاص الحي والقذائف الصاروخية إن كان يؤكد على شيء فهو أن الخطة الأمنية التي تباهى بها وزير الداخلية منذ أشهر لا يمكن تفعيلها بعنصر أمني هنا وآخر هناك. من سوق بعلبك، نوال البري، قناة الجديد. أهل العسكريين يتظاهرون أمام الداخلية ويعتصمون أمام منزل رئيس الحكومة. جبت العسكر من عرسال، جبت العسكر من عرسال. أربعة أشهر وأهالي العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة لا يعرفون شيئا عن أولادهم، وأحد عشر شهرا وأهالي العسكريين لدى تنظيم داعش لا يدركون ما إذا كان أولادهم أحياء أم أمواتا. بعض أهالي هؤلاء المخطوفين قرر اليوم التذكير بما يجب ألا ينتسى، ففرشنا الأرض أمام مبنى وزارة الداخلية لجهة مصرف لبنان في الحمراء. كرمال الزبالي خربوا الدنيا وخربوا لبنان، وعملوا جلسة حوار كرمال الزبالي وكرمال 25 عسكري بالجرود مش عارفين عنهم شيء، كانوا عم بيحمون هوا الشباب، ما كانوا عم بيشموا الهواء، كان جوزي ولا رفقاته. بعد انتظار دام نحو ساعة من الوقت في انتظار وزير الداخلية نهاد المشنوق، خرج مستشاره العميد منير شعبان وأبلغهم أن الساعة 12:30 من ظهر الثلاثاء هي موعد لقاء الأهالي الوزير. أنا اللي بعتقده حتى من هلأ لوقتها أنه هو ما عنده شيء جديد بالملف يقلنا إياه، يعني أنا ما حتفرق معي إذا أجلوا بعد 4 أيام أو بعد 6 أيام أو بعد 7 أيام، للأسف حيقلي نفس الحديث. أنا ما بقى عندي شيء ينقال غير أنه يرجع خيي، شو بده يقلي؟ ملف ماشي، المفاوضات ماشي، في تعرقل هون من نفس الحديث. صرت حافظتهم نفس الشيء للأسف. بس إذا هو الأولوية تبعه عطته 4 أيام لقدام، هيدا شيء هو بيتحمله مش أنا. فمسج كتير واضح هلا اذا بيقابلني وبعد معه بعد، بس هو اولويته هدفتني 4 ايام، فمن هون خدوا العبره. يعني من امام مبنى وزاره الداخليه الى امام قصر الرئيس تمام سلام في وطن مصيدبه، حاول الاهالي حمل الوجع الى هناك، فرفعوا الصوت امام حجر القصر لكون بشره لم يحدد لموعدا قريبا ولا لقاء سريعا. يعني انه ما طمنكم انه اهليكم طيبين ولا كيف؟ شو قالكم مستشار؟ ما طمننا عن شيء منوب، كل ما قلنا لمسؤول انه الاولاد مع الدوله الاسلاميه لهم 10-11 شهر ما بنعرف عنهم شيء، لا ميتين ولا طيبين. بيقول لك ان شاء الله طيبين، ان شاء الله مثل ما تقولي عي يعني عي يعني منو مسؤول عن عسكر ولا عن دوله ولا وظيفته؟ يقعد على كرسي ويقبض معوشه وبس، من خطف من روح من اجى مو شانه. ما ناطرين حدا، نحن جينا لهون لنذكره، إذا هو ناسي تنذكره إنه في عسكري. أنا مني ناسي بس أنا مش قادر أعمل شيء. إذا منه ناسي يفرجيني إنه منه ناسي، يبرهن لي إنه منه ناسي، يعطيني معلومات. منه قادر يقدر يطلع على العسكريين. كيف منه قادر؟ لكن مين قادر؟ مين قادر يعني؟ العسكريين لا يطلعوا إلهم تمن، في تمن بده يندفع، لازم يندفع مهما كان التمن. نحن بدنا أولادنا مهما كان التمن. كل شيء يعني ما بتمن عم تحكي اي تمن ان كان، يعني مساجين ان كان شو ما كان، ان كان مساجين ان كان مصاري ان كان شو ما كان، اي مهما كان الثمن.
أما فيما خص المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لفت الأهالي أنهم يطلبون موعدا منه منذ 3 أشهر وعبثا يحاولون، فقد ذكر في حديث إلى صحيفة الرأي الكويتية أن الدول التي تساعد وساعدت في ملف العسكريين المخطوفين مشكورة، مشددا أنها تستمر فيما تستطيع لمساعدتنا على إنهاء الملف، لكن عدم جاهزية الخاطفين هو ما يحول دون إتمام هذه القضية، وهنا يكمن حجر العثرة الفعلي. لكن الأمور لم تنتهي بعد بحسب إبراهيم، لافتا إلى أن مسؤولية التعقيدات هنا لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الأطراف الخاطفة التي لها ظروفها الخاصة والتي تستثمر هذا الملف وفقا لأجندة خاصة بها. رجل الأعمال مرعي أبو مرعي ينفي علاقته بالمدعو أيمن جمعة ويؤكد أنه كلف فريق محاماة في أمريكا ولبنان للدعاء على المفترين. نفى رجل الأعمال مرعي أبو مرعي اتهام الخزانة الأمريكية له بالتعامل مع أيمن جمعة واستخدام الأخير الخط البحري التابع له لنقل المخدرات، لافتا إلى أن أحد الأجهزة الأمنية في بروكسل نصحه بعقد صفقة معه في مقابل مبلغ مالي لإنهاء الموضوع. وتمنى أبو مرعي أن تستدعي السلطة اللبنانية جمعة لتحقق في الملف وترفع تقريرها في هذا الشأن. وكلف أبو مرعي فريق محاماة في الولايات المتحدة ولبنان للادعاء على المفترين. أنا بقدر أحسم وأقول هون أنه اللي يدعى أيمن جمعة لا بعرفه ولا شاحن معنا ولا من قريب ولا من بعيد. طلعنا أكثر على, على, على جوهر الاتهام. متهم أيمن جمعة أنه محمل 35,000 سيارة معي من أمريكا على إفريقيا ومعبيين مخدرات. 35,000 سيارة، بتمنى تفهموني، 35,000 سيارة من أمريكا على إفريقيا، يعني مثل كأنه عم نقول نحن عم نحمل بيحمل مخدرات من أمريكا أو من أوروبا على بعلبك. وهويدا نصر الدين المعروف بمرعي أبو مرعي، وهنا مرعي أبو مرعي خيفني يضيعوا إنه هويدا نصر الدين المعروف بمرعي أبو مرعي، ما شكوا شو هويدا هي، وعاطف مرعي أبو مرعي، مثل ما بقولوا هن بالتواريخ يلي هي واضحة إنه عاطف كان بالجامعة بوقتها. ومع احترامي العاطف يمكن موجود معنا، يلي أنا باخد مصروفي من عاطف، بس عاطف زميل والتحق معي بالشركة. اللي بدي أقوله أنا، سوري بابا، اللي بدي أقوله أنا أنه عاطف مرعي أبو مرعي وهنا مرعي أبو مرعي ما عندهم حساب بنك باسمهم، عندهم كريدت كارت وبيتاخد بس مصروف الكريدت كارت من حسابي، ما عندهم رقم حساب باسمهم. هؤلاء المتهمين انه بغسلوا مصاري لمصلحة حزب الله. هويدا نصر الدين المعروف بهويدا ابو مرعي اللي هي تاج راسي اكيد، مؤسسة خيرية كمان. انا بترك هذا الموضوع للقضاء اللبناني. اذا هالمؤسسة الخيرية حدا حول لها دولار من خارج لبنان او من شخص لبناني غير مرعي ابو مرعي، انا بقبل اتهامها انه هي تكون عم تغسل مصاري، بتغسل ما بعرف شو. في شغله ما بعيده عنا الشبهات من المؤسسات اللي هلا بنوصل لها انه ممكن تكون عم تغسل، هي محطه البنزين بس بتغسل سيارات ما بتغسل مصاري. وكانت الخزانة الأمريكية قد أصدرت قرارا فرضت بموجبه عقوبات على أبو مرعي وشركاته في لبنان وفروعها المتعددة في الخارج، وجمدت أصوله وأمواله في أمريكا، ووجهت إليه اتهامات بارتباطه بشبكة اللبناني الكولومبي أيمن جمعة المتهم بالإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والقيام بأعمال استفاد منها حزب الله بحسب القرار. النائب الممدد له زياد أسود يكشف عبر برنامج الحدث تفاصيل طلب المدعي العام المالي الاستماع له ورد الأمانة العامة لمجلس النواب، ويعلن خبرا مدويا بخصوص هروب شاكر العبسي من مخيم نهر البارد. نيابة العام المالية لحضرتك، أول شيء أنت بدك تلبي هذا ال رح أقول لك إذا بلبي، بس طول بالك لأنه بدي أشرح لك شيء عم ينحط على الإعلام بشكل مش صحيح. أولا الإشكال اللي صار بالمجلس بمعزل عن مضمونه أنه أنتو حرامية، لا أنتو حرامية، كلمة أنتو حرامية وأنتو حرامية ما بتكفي لحالها لحتى ينعمل إخبار فيها. اللي عم جرب أقوله أنه أول شيء بداية الموضوع غلط، اثنين
أنا ما اعتبرته استدعى لعدة أسباب. أولا لأنه عندي حصانة وحافظها عن غايب. اثنين لأني محامي وعندي حصانة. ثلاثة لأنه أنا بعرف القاضي علي إبراهيم بيعرف قانون. لذلك كلمة استدعاء شو اعتبرته؟ خليني صار مشكل ده بدأ قاضي إذا بيعتبر حاله معني أو بده يبلش من مطرح. إذا بتريد بس تقوم العدلية مروق شراب قهوة وشوفي عندك معلومات ومستندات إذا أمكن أطلع عليها. أنا بالنسبة لإلي لأني بعرف حقوقي وبعرف حدود حصانتي وبعرف إنه أنا ما حدا في يستدعيني وبعرف 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 ما اعتبرتها استدعاء. اعتبرتها من باب المساعدة أو المؤازرة أو التعاون أو الاستعلام. اثنين أهالي العبودية يؤدون صلاة الجمعة في خيمة اعتصام يطالبوا بتوقف العمل في مطمر إسرار. أدى أهالي العبودية في عكار صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام التي نصبها الأهالي وناشطو الحراك المدنية رفضا لتحويل إسرار إلى مطمر للنفايات. وقد أما المصلين الشيخ عبد الرزاق صقر الذي ناشد في خطبة الجمعة المسؤولين رفع الأذى عن أهالي المنطقة وإلغاء قرار تحويل إسرار إلى مطمر لنفايات لبنان. وفي سياق متصل اتهمت الشركة المتعهدة التي تعمل على شق طريق مكب إسرار مجهولين بخطف سائق جرافة تابعة للشركة. وتنديدا بالحادث أعلنت الشركة التوقف عن العمل إلى حين توافر المؤازرة الأمنية لها. وقفنا لنتعرض الشوفيري لخطف ولاعتداء وأنا ما بين أي حدا من شوفيري يتعرض لأي أذى وأي هانة. من مضطرين نتحمل مسؤولية أي واحد نقطة دم توقف. إجوا شباب شدوني من جرف كبوني كاب وشروني يا تحت. وين كنت عم تشتغل؟ كنت على الكوع عم بشتغل. على الأستراد؟ وقال لي تاني مرة من نشوف أخوان ما بتروم إلا نفسك. حملة عكار لعيونك توحدنا نفت الاتهامات بخطف شبان من المنطقة سائقة جرافة. ما بدنا نخطف حدا ولا منأذي حدا ولا منشلح حدا. نحن هدفنا واحد، هدفنا أنه نوقف المطمر ونوقف الأعمال اللي عم بتصير على العمل الطريق اللي بده يروح على المطمر كرمال ما يمشي هذا الشغل. وأكدت الحملة أنها ستلجأ إلى القوانين الرادعة لنقل النفايات إلى منطقة عكار. اعتصام في الدامور للمطالبة بإطلاق سراح جميع ناشطي الحراك المدني. أقدم عدد من ناشطي شباب الحراك المدني على قطع أوتوستراد الدامور بعض الوقت رفضا لاعتقال الناشط من الحلاوي من منطقة الباروك وزملائه الآخرين في التظاهرات الأخيرة في وسط العاصمة بيروت. ساحة النجمة ما فيهم سكروا الطريق على المواطن اللبناني، بيفوت عليها ساحة النجمة، انتوا عم تخلقوا المشاكل لما تقطعوا الطريق على ساحة النجمة، نحن فايتين سلميين على ساحة النجمة، افتحوا طريق ساحة النجمة، افتحوا كل المربعات الأمنية بلبنان للشعب اللبناني يوصل كلمته. يعني تصور انه شباب حضارية عم يناضلوا سلميا ينحطوا بغرف مع ناس مخدرات متهم صار 20 سنة بالمخدرات. شكل نوعا ما شوية ضغط على الدولة الفاسدة للإفراج عن المعتقلين السياسيين وكل المعتقلين مش بس الشباب اللي من حراك الجبل أو من أي حملة كانت. وتأكيدا منهم لسلمية حراكهم وزع المعتصمون الورد على في الأراضي المحتلة عمليات طعن فلسطينيين. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجندي إسرائيلي يفر مذعورا أمام شاب فلسطيني من بلدة العفولة، وقد ظهر الرعب واضحا على ملامحه حتى أن قوات الاحتلال قامت بإزالة الفيديو وتمكن عدد من الناشطين من تصويره قبيل حذفه. مقاطع الفيديو أيضا فضحت قوات الاحتلال التي أطلقت رصاصها على فتاة فلسطينية من الناصرة رفضت نزع حجابها في المحطة المركزية في منطقة العفولة، وقد قاومت الفتاة أحد الجنود الذي حاول خلع حجابها فأرديت قتيلة. وبالعنفوان نفسه واجه الشاب أحمد الهرباوي قوات الاحتلال وهو ابن كلية الإعلام الذي قتل برصاص قوات الاحتلال، وكانت أمنيته وفق ما كتب على حسابه على تويتر: أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن خنزير إسرائيلي وقتله، حقق أمنيتي يا رب. وآخر ما كتبه الهرباوي قبيل استشهاده: جئناكم بالمولوتوف. وكان قد أصيب 4 فلسطينيين في عمليتي طعن منفصلتين على يد يهودي متطرف في مدينة ديمونة بالنقب،
في وقت لاحق أصيب 3 عمال فلسطينيين من جراء تعرضهم للطعن على يد المتطرف نفسه في شارع بن غوريون بمدينة ديمونة قرب مدرسة اللهمان. وقد قامت قوات الاحتلال باعتقال المتطرف. وصباحا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، وتبلغ الفتاة 15 عاما وهي طالبة مدرسة، وقد نقلت إلى جهة غير معلومة. ميدانيا أيضا استشهد شاب فلسطيني بعدما طعن شرطيا إسرائيليا في مستوطنة كريات 4 في مدينة الخليل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشاب الفلسطيني حاول خطف سلاح الشرطي. الضربات الروسية تقتل 300 مسلح من تنظيم داعش في حلب، ومقتل عميد من الحرس الثوري الإيراني يدعى حسين همداني على يد التنظيم. نفذت طائرات حربية روسية مزيدا من الغارات على مناطق في بلدة كفر نبودة بالريف الشمالي لمدينة حماة، وقصفت قوات النظام مناطق في البلدة من دون معلومات عن وقوع خسارة بشرية حتى الآن، فيما تدور اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلين من فصائل إسلامية من جهة أخرى قرب معان بالريف الشرقي للمدينة، وسط سقوط قذائف عدة أطلقتها الفصائل على مناطق الاشتباك. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرات روسية قصفت مقر جماعة لواء الحق في حلب فقتلت 200 مسلح بينهم قائدان ميدانيان في تنظيم داعش، إضافة إلى هجمات منفصلة بمنطقة حلب وقتلت 100 مقاتل آخر. وردا على الضربات الروسية في سوريا، أعلنت السعودية رفع دعمها للأسلحة الفتاكة لثلاثة تنظيمات بحسب ما كشف مسؤول سعودي رفض ذكر اسمه لشبكة بي بي سي البريطانية. وفقا لتصريحات المسؤول، ستقدم المملكة أسلحة حديثة وعالية الجودة بما فيها مضادات الدروع لفصائل الجيش الحر وجيش الفتح والجبهة الجنوبية، لافتا إلى أن هذه الفصائل المستهدفة لا تشمل تنظيم داعش ولا جبهة النصرة. وفي سياق متصل، أعلن جهاز الحرس في إيران مقتل عميد من الحرس الثوري الإيراني يدعى حسين همداني في ضواحي حلب على يد داعش بحسب ما أوردت وكالة فارس. وهمداني هو أحد أكبر قادة الحرس الثوري الإيراني، وهو المسؤول عن مجموعات الحرس الثوري في سوريا. ترشح راقصة وأحمد عز للانتخابات البرلمانية المصرية يثير جدلا في مصر. تقرير من القاهرة للزميلة منى عشماوي. برلمان بعد ثورتين ينتظره المصريون بفارغ الصبر، يأتي مكملا لخارطة طريق رسمها الرئيس السيسي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو قبل عامين، خطوة تحفظ الكثيرون على أسماء بعينها لترشحهم كنواب في البرلمان القادم. أحمد عبد العزيز أحمد عز لجنة العليا للانتخابات قبول الطعن شكل ورفض موضوع. قبول الطعن شكل في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار لجنة الانتخابات محافظة القاهرة وقبول أوراق ترشيح سامية أحمد عطية عبد الرحمن. لعل من أبرزهم القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل أحمد عز الذي تم استبعاده لأنه لم يبرأ فعليا من كل القضايا المنسوبة إليه. أما الاسم الذي أثار جدلا واسعا عند ترشحه هو اسم سامية عطية الشهيرة بسما المصري التي تعمل كمغنية وراقصة، مما أثار حفيظة رافع الدعوى عليها المحامي سمير صبري الذي يرى أن سما ترشحت عن دائرة الجمالية، تلك المنطقة التي ينحدر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضى فيها طفولته ومعظم أيام شبابه، الأمر الذي وجده المحامي صبري مستفزاً لا يليق بالبرلمان القادم ولا بوجوه تخرج من دائرة رئيس الجمهورية. أحمد الهوى غلاب، أحمد قلبي في عذاب، أحمد متحن عليا، أحمد قرب لي شوية. طعنت أنا على قبول أوراق سما المصري لسوء السمعة بالنسبة للغط الذي يصار إن حسن السمعة أو سوء السمعة لابد لإثباته أن تكون هناك أحكام جنائية.
استبعاد أحمد عز الاسم الذي يرى الخبراء بأنه كان سبباً رئيساً وراء اشتعال ثورة يناير واستبعاد الراقصة سما المصري يؤكد أن كل هذه الزوبعات الإعلامية هي إلهاء في الأساس لمضمون البرلمان القادم الذي به كثير من وجوه الحزب الوطني المنحل والصف الثاني من جماعة الإخوان المحظورة. يضمن فيه حزب النور عدداً من المقاعد ليس بقليل رغم تجربة المصريين مع برلمان الإخوان والتيارات الإسلامية في سنة 2012، إلا أن النور حزب يراهن على أنه الأكثر تنظيماً بين الأحزاب الكثيرة الموجودة على الساحة اليوم في الوقت الذي تتبدد فيه أحلام سما المصري التي غنت للبرلمان وكانت تثق بأن الدستور لا يفرق بين الراقصة والعالم، إلا أن ترشحها عن دائرة مسقط السيسي جعلتها تنتهي قبل أن تبدأ. البرلمان القادم مشبع بالألغام، به الكثير من الوجوه المثيرة للجدل، بعضها معروف وآخرون قادمون من الصفوف الخلفية لأحزاب وتيارات منحلة، إلا أن هذا البرلمان صاحب البصمة الخاصة يتوقع الكثيرون له بأنه سيحل بمجرد جلوس نوابه تحت القبة. منى عشماوي، الجديد من القاهرة. في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء تحول حفل زفاف إلى مجزرة بعد مقتل العشرات في قصف استهدف الحفلة في منطقة سنبان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شهود عيان أن هجوما شنه طيران التحالف العربي استهدف منزلا كان يقام فيه زفاف، ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا وعدد من الجرحى وتدمير المنزل تدميرا كاملا على رؤوس قاتنيه والمدعوين. وفي الختام، من المحكمة العسكرية إلى الداخلية، الحراك مستمر تضامنا مع المعتقلين. نحن ما بدنا شيء، نحن بس بدنا حقوقنا. جرح الحراك في مواجهة الأمن، العين تقاوم قنبلة. بكل قذيفة على رأسي. بيانات قوى الأمن المكتوب على جبين تويتر لا تراه العين. هذا معه مكواي من الشباب. أهل العسكريين تحركوا كي لا ينسى الأبناء. عمره جلسة حوار كرمال الزبالة كرمال 25 عسكري بالجرود مش عارفين عنهم شيء. في الخاص، سوق الموت ينتفض، الرصاص يقتل الحركة. نحن ضد الأمن الذاتي، نحن تحت سقف الدولة. كان في النشرة أيضا، سما المصري تبحث عن الشبشب في البرلمان. أحمد الهوى غلاب، أحمد قلبي في عذاب، أحمد شكراً على طيب متابعتكم، والموعد يتجدد في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فدمتم بأمان الله.